الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الشعبانية طقس من الطقوس القسنطينية لاستقبال شهر رمضان الكريم، فوسط أجواء روحانية سامية تجتمع مختلف فرق العساوة على المدائح والأدعية. الشعبانية هذه تلم الأحباب اللي من كل عام لعام يتلاقاو، مدائح دينية، ابتهالات من التوحيد، من قصائد على في حق الرسول صلى الله عليه وسلم على المشايخ وهكذا، ونرعو كما قالوا ونطلب كما قالها ربها يرحم شيوخنا تاعنا اللي خلونا هذه الرساله هذه، وان شاء الله نكملوا المشوار، ونتمنوا الشباب هذه ترجع للطريقه هذه وتحافظ عليها كما حافظنا عليها احنا. الجانب الاجتماعي هو الاساس في الشعبانيه، فمساعده المحتاجين والفقراء هو الهدف الرئيسي. الفقراء والعائلات المعوزه نديروا لهم لملمه قفه رمضان، لان قفه رمضان اصلها من عيساوة قبل ما تجي وقبل ما يعرفها العام والخاص، هي كانت بكري من بكري من قديم الزمان كانوا يديروها الاخوان عيساوة. هذه العادة التي توارثها الأجيال منذ سنوات طويلة وسيلة لتعزيز العلاقات بين مختلف أطياف المجتمع ودليل على التماسك والترابط